النادي الاهلي زميلنا محمد توفيق مراسل الاهلي موجود هناك يدينا اخبار اكتر وتفاصيل اكتر عن تمرينه النهارده. يا محمد مساء الخير. مساء الخير زميل عزيز احمد، تحياتي لكم كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. في ظروف افضل بكتير جدا مما سبق وبعد الفوز بنتيجه 2-0 على الجونه، اعتقد الى حد كبير جدا الاهلي رجع على الطريق الصحيح. بكره عندنا مواجهه مهمه جدا، وكل مواجهات الاهلي الموسم ده مهمه جدا. نطمن على سكواد الاهلي ونطمن على الاوراق اللي ممكن تعوض غياب الاسماء المصابه واللي هتغيب عن الاهلي لنهايه الموسم. بالفعل زي ما تقول زميل عزيز احمد، يعني يمكن اجواء افضل بكتير، العوده مره اخرى لطريق الانتصارات، ولكن زي ما انت قلت في مقدمتك شبح الاصابات بيهدد يعني جماهير النادي الاهلي قبل الفريق نفسه. طبعا حاله من القلق في كل مباراه نظرا لحاله الاجهاد الكبيره جدا اللي شهدها اللاعبين كل ثلاث ايام مباراه، يعني تلاحم كبير جدا ادى طبعا ان احنا فقدنا عدد كبير زي ما انت ذكرت، عمرو السوليه، محمد شريف، حسين الشحات، ومن قبلهم يعني اكثر مجموعه من اللاعبين كانت بتغيب لفترات طويله في الموسم كمان، يعني يمكن طاهر محمد طاهر مش موجود لفتره طويله، لكن الحمد لله النهارده في التدريبات عوده لبيرسي تاو وعوده لويس ميكسوني موجودين في التدريبات الجماعيه مع الفريق، يعني هم جاهزين من الناحيه الطبيه تماما. نامل ان شاء الله ان هم كمان ينولوا ثقه الجهاز الفني ويكونوا جاهزين من الناحيه البدنيه والذهنيه والفنيه، ويكون لهم نصيب في المشاركه في الفترات القادمه ليكونوا عونا للباقي زملائهم ان شاء الله في تمثيل الفريق. كمان يمكن زياد طارق موجود، اليو ديانج طبعا غاب للمباراه اللي فاتت للحصول على ثلاث انذارات ولكن موجود في التدريبات بشكل كبير، بقيه اللاعبين كمان محمد محمود بيشارك النهارده في التدريبات، فيمكن عوده اكثر من عنصر ان شاء الله نامل ان هم يعني يفيدوا كتير جدا ويمكن يكونوا عونا لزملائهم في غياب مجموعه كبيره جدا من نجوم الفريق اللي اثروا طبعا بالطبع على اداء الفريق في الفتره اللي فاتت. لكن باكد كلامك زميلي العزيز احمد، مباراه مهمه جدا امام مقصه بغض النظر عن انه متزايل الترتيب، ولكن اي فريق في الدوري الممتاز فهي مباراه كبيره، خاصه فريق المقصه زي ما بنقول يعني فريق زي ما بنقول ما يبكيش على حاجه، فبيلعبك بكره من غير الضغوط المعتاده في مواجهه النادي الاهلي، فريق طبعا زي ما بنقول يعني بيلعب من غير ضغوط، هيلعب باريحيه تامه، فان شاء الله يكون فريق النادي الاهلي موفق ان شاء الله ويقدم مباراه كبيره. يمكن في اللحظات اللي انا بكلمك فيها مازال مران الفريق الاخير والاساسي استعداد لمباراه المقصه ان شاء الله بكره في الاسبوع 27 مستمره. يمكن قبل التمرين كان في محاضرة مطولة جدا للجهاز الفني زي ما احنا شايفين. طب خليني محمد خليني اسألك كمان بالمناسبة على حالة عبد المنعم كامبوس وعلى صلاح محسن، لأنه كنا عرفنا ان هم اشتكوا من إجهاد بسيط في العضلة الخلفية، وكان المفترض ان هم يخضعوا لفحص دقيق عشان بيان حالتهم وإمكانية مشاركتهم في مباراة بكرة من عدمه. نطمن منك على حالة صلاح محسن وعلى حالة محمد عبد المنعم. بالفعل زي ما ذكرت زميل عزيز احمد، يمكن محمد عبد المنعم، صلاح محسن كان في النهارده طبعا دول احدث المصابين، بجانب عمرو السوليه كان في النهارده اختبار طبي ليهم مفروض قبل المران، ولكن لحد اول ربع ساعه حضرناها من المران وهي المسموح بها من كابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي لم يشاركها في المران، وبكده يبقى يمكن الاقرب هو خروجهم من قائمه الفريق للاسف ومش هيكونوا موجودين بكره، ولكن ان شاء الله بقيه اللاعبين الموجودين سواء في خط الهجوم او خط الظهر ان شاء الله يعوضوا غيابهم، وان شاء الله زي ما بنقول اي 11 لعيب ارتدوا تيشيرت النادي الاهلي يكون عنده المسؤوليه، وباذن الله يكون الاهلي دائما بمن حضر، وان شاء الله يكون بكره يا احمد ان شاء الله ثلاث نقاط جديده يضاف رصيد النادي الاهلي وعودته لطريق البطولات والطريق الصحيح مره اخرى. احب اطمنك الاجواء هنا اكثر من رائعه، الفريق حالته اكثر من رائعه، مفيش بس غير الاصابات هي اللي بتقلقنا، ان شاء الله ربنا يبلغ كل لاعبي النادي الاهلي السلامه ويكملوا ان شاء الله الموسم، وان شاء الله يتوج النادي الاهلي بكل هذه الصعاب بطل المسابقه باذن الله. وانت بتتكلم معانا يا محمد الطبيعي هنا في الجزيره ان شاء الله، وانت بتتكلم معانا احنا شايفين احمد ياسر ريان بعد عودته من الاعاره في تركيا ومشاركته في المران، يعني كلمني اكتر على مشاركه احمد ياسر، ومفترض طبعا انه هيخضع للتقييم من مستر ريكاردو سواريش عشان امكانيه عودته ان شاء الله بشكل نهائي للنادي الاهلي من بدايه من الموسم اللي جاي. بالفعل زميل احمد، يمكن احمد ياسر ريان لاعب الاهلي المعار طبعا كان في الدوري التركي ورجع تاني، يمكن بقى له فتره كبيره جدا بيتمرن ولكن بشكل منفرد، ولكن منذ الامس احمد ياسر ريان موجود في التدريبات الجماعيه لفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، موجود معاهم في المران ان شاء الله. يعني طبعا زي ما انت قلت وجوده من عدمه والموسم المقبل ده طبعا خاضع ليه وحقق اصيل للجهاز الفني بقياده مستر ريكاردو سواريش، ولكن هو متواجد زي ما قلت لك منذ فتره ولكن بيتدرب بشكل منفرد سواء تدريبات تاهيليه في الجيم او بيجري حوالين الملعب لوحده مع الجهاز. يعني ده أول ظهور لأحمد في التمرين الجماعي يا محمد، ده أول ظهور ده النهارده هو تاني ظهور، يعني امبارح كان موجود في التدريب الجماعي والنهارده هو تاني ظهور في المران الجماعي لفريق النادي الاهلي لاحمد ياسر ريان. عايز اقول لك كمان كان قبل المران كان في عدد كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي الشباب اللي كان في جزء كبير كمان منهم معار الموسم الماضي في دوري التشيك، يعني محمد حسام ميدو ومصطفى خوزي
يمكن اكثر من لاعب كمان من فريق الشباب. لا مغربي ما كانش موجود، لكن اكثر من لاعب ثاني من فريق الشباب سواء مواليد 2001 او 2000 كلهم موجودين هنا، كان بيقضوا مرانهم بشكل قوي جدا قبل مران الفريق الاول. طبعا في حاله النادي الاهلي يعني قرر الاستعانه بحد فيهم هيكونوا موجودين وتحت امر الجهاز الفني للفريق، زيهم زي باقي اللاعبين المعارين اللي بيتم يعني زي ما نقول تقييمهم من قبل الجهاز الفني، وده حقه الاصيل طبعا في حاله وجودهم او عدم وجودهم. اللي بنتمناه يا احمد كمنتمين للنادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي ان اي 11 لاعب يرتدي تيشيرت النادي الاهلي يكونوا قدر المسؤوليه وحققوا الفوز وحققوا كل امال وطموحات جماهير النادي الاهلي. ما فيش شك احنا يعني نحتاج كل اوراق النادي الاهلي، وبالتاكيد الشباب عليهم عامل مهم، وخصوصا لاثبتوا جداره واثبتوا ان هم يستحقوا يكونوا موجودين مع الفريق الاول. خليني اسالك سؤال اخير عن اكرم توفيق، ازاي تابعته في التمرين؟ حالته هل ممكن يعني، انا عارف ان هو بيتمرن مع الفرقه من قبل ماتش الجونه، لكن هل شايف انه استعاد جزء من مستواه، استعاد جزء من الفورمه العاليه اللي كان عليها قبل الاصابه، وهل ممكن نشوفه حتى بعد مباراه المقصه بيشارك مع فرقه النادي الاهلي؟ يعني اولا يا زميل عزيز احمد، يعني اكرم بسم الله ما شاء الله، يعني مش عايزين نحسده، اكرم معدي المعدلات كلها اللي كانت موضوعه ليه من قبل يعني حتى في المعدلات العالميه او اللي كانت موضوعه ليه من جهاز الطب هنا بكده الدكتور احمد ابو عبله. لا اكرم بسم الله ما شاء الله، سواء من بعد عودته من العمليه، عمليه التاهيل، دخوله كمان في التدريبات الجماعيه، فهو الحمد لله معدي كل المعدلات اللي كانت موضوعه ليه. عايز اقول لك ان اكرم كمان في الايام العاديه قبل ما يخش التدريبات الجماعيه كان بيتمرن بشكل منفرد مع الجهاز الطبي هنا في النادي الاهلي، وكان بيأدي تمريناته باكثر بشكل اكثر من رائع. ده يمكن اللي عجل دخوله في التدريبات الجماعيه، هو طبعا تحت تقييم الجهاز الفني في الوضع يعني في الوقت اللي هيشوف ان هو وصل للفورمه اللي يقدر ساعتها يكون واقف على رجليه وموجود في المباريات بشكل كبير، هيكون موجود. واعتقد ان خلال الفتره المقبله هنشوف اكرم موجود، بس طبعا اكيد هيبقى بشكل تدريجي في دخول المباريات، هياخد وقت بالتدريج، هيبدا الوقت يزيد لحد ما يبقى قادر انه يكون موجود لمده 90 دقيقه. اعتقد اكرم من اللاعبين اللي الرجاله قوي اللي على مستواهم الفني والبدني بيفرق كتير جدا مع فريق النادي الاهلي، وطبعا روحهم العاليه، وان شاء الله يكون قريبا مع فريق النادي الاهلي. ولكن نتمنى قبل ده كله انه يكون موجود وهو في اتم صحه وفي اتم حالته الفنيه والبدنيه، عشان ان شاء الله يكون عون ويكون دفعه قويه جدا للفريق. واعتقد روحه هتفرق كتير جدا مع الفريق الفتره اللي جايه، خاصه ان اكرم زي ما بنقول كده هو عايز، يعني هو لعيب بيدوس على نفسه، ويمكن يعني اختصر كتير جدا من الوقت اللي كان المفروض يغيبه وموجود، فباذن الله كمان الجهاز الطبي والفني يساعدوه ويكون موجود ان شاء الله قريبا جدا مع الفريق، ويكون اضافه كبيره جدا لفريق النادي الاهلي. شكرا جزيلا الزميل عزيز محمد توفيق، دي كانت اخبار تمرينه الفريق النهارده. هي الفتره اللي